القانون بيقول، برنامج إذاعي للرد على استفساراتكم القانونية يذاع على الصفحة الرسمية للنقابة العامة لمحامين مصر. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج القانون بيقول. ورد لينا سؤال من سيدة فاضلة بتسأل عن كيفية استخراج الإعلام الشرعي للمتوفي، وما هي الطريقة التي تستطيع بها معرفة الأرصدة البنكية للمتوفي، وما هو الحال في حال وجود أحد الورثة من القصر. الإعلام الشرعي لمادة الوراثة بيحدد الورثة الشرعيين للمتوفي من أصحاب الفروض والعصابات والوصية الواجبة إن وجدوا، ويحدد أنصبتهم الشرعية، ويمكن للمرأة المستحقة للميراث استخراجه من خلال تقدمها بطلب لرئيس نيابة الأسرة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة الكائن بمقرها مكان الوفاة، ويرفق فيه شهادة وفاة المتوفي أو مستخرج رسمي منها وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، ثم يعلن باقي الورثة بموعد الجلسة على يد محضر. وفي موعد الجلسة المحدد يجب حضور شاهدي عدل يؤكد أن المتوفي توفى إلى رحمة الله وترك هؤلاء الورثة الشرعيين المثبت أسماءهم في الإعلام، وبعد ذلك يصدر القاضي الحكم بإثبات وفاة المرحوم في التاريخ المذكور وانحصار إرثه الشرعي في ورثته الشرعيين، كل على حسب نصيبه الشرعي. وفي حالة إذا كانت المرأة تعلم بوجود أرصدة بنكية لمورثها سواء كان زوجها أو والدها أو غير ذلك، ولا تعلم في أي من البنوك، يتم التقدم إلى البنك المركزي لعمل استعلام قانوني مقابل رسوم رمزية يتم من خلالها تحديد البنك ومن ثم تحديد رصيده. أما في حالة إذا كانت الوارثة قاصر أي أقل من 21 سنة، يتم استصدار قرار وصاية بتعيين وصي عليها من أقاربها في حالة وفاة الأب الوالد الطبيعي أو عدم وجود الجد الوالي الشرعي أو تنازله عن الولاية على حفيدته، ويتم استخراج قرار الوصاية من جانب محكمة الأسرة بعد التقدم لنيابة شؤون الأسرة للولاية على المال النيابة الحزبية بعد عمل محضر جرد للتركة يتم خلاله فحص عناصر التركة من أموال ومنقولات وأرصدة بنكية وغيرها، وذلك خلال 60 يوم من تاريخ الوفاة، ويتم تجنيب حصة القاصر منها. وفي الغالب الأعم تكون الأم هي المستحقة للوصية بعد الوالي الطبيعي والوالي الشرعي، ويجوز في حالة التنازع ما بين الوالي الشرعي والأم أن تقوم الأم بإثبات عدم أهلية الوالي الشرعي بالوصية على صغيرتها، وذلك بطلب للنيابة الحزبية. وفي هذه الحالة يتم إيداع نصيب الوارثة القاصر في حساب بأحد البنوك الحكومية بموجب حساب بنكي خاص يحظر الصرف منه إلا بموجب خطاب من النيابة الحزبية أو بلوغ القاصر سن الرشد. وفي النهاية نتقبل كافة استفساراتكم القانونية على وعد بالرد عليها في أقرب وقت. كان معكم تامر صادق المحامي بالنقد.